بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بيكم على قناة محمد عبده مع صف الثاني الابتدائي الفصل الدراسي الاول ومنهج اكتشف والمحور الاول من اكون. الفصل الثاني من المحور الاول اعتني بنفسي، الدرس رقم 19 اللي هو من بداية الفصل الدراسي الاول يعني، او يعتبر الدرس التاسع في الفصل الثاني من المحور الاول، بعنوان تحسينات على جهاز جمع او تنظيف الخضروات. ما تنسوش حضراتكم الاشتراك في قنواتي، الروابط بتاعتها تحت الفيديو، وتواصل معايا على جروبنا على الفيسبوك درسنا ببيتنا مجانا، وما تنسوش التعليقات والاعجابات عشان القناة توصل للناس اللي هي محتاجة الدروس دي، ما تبخلوش علينا بيها، وتعالوا بينا مع بعض نشوف درسنا النهاردة ايه نواتج التعلم بتاعته. درس 19 تحسينات على جهاز جمع او تنظيف الخضروات. برضو بقول للي بيحضر من الفيديو بتاعنا، الشرح بتاعنا مكتمل التحضير يعني كامل تحضير نموذجي. بتحتاج دليل المعلم صفحة كام؟ دليل المعلم صفحة 104 الى 106. بتحتاج نواتج التعلم بتاع الدرس، نواتج التعلم ان في خلال هذا الدرس هيقوم التلاميذ بايه؟ بادخال تحسينات على اداة او جهاز يقوم الجهاز ده بجمع الخضروات او تنظيفها. برضو هيبتكروا اعلان عن مشاركة الادوات الجديدة وشرح طريقة عملها. المواد اللي هنستخدمها في الدرس الوسائل التعليمية يعني بسيطة جدا، لان خدنا المرة اللي فاتت كم كبير من الوسائل، كتاب التلميذ، قلم رصاص، يعني بعض اللوازم الفنية زي البلاستيك، زي اللي هي الحاجات اللي ممكن يستخدموها الاولاد في الاعلام بتاعهم على المنتج او الاداة اللي عملوها، واقلام تحديد، اقلام تلوين، ورق مخططات او ممكن ورق كراسات كبير عادي يعني ما فيش مشكلة. دي المواد اللي احنا هنستخدمها في الدرس. تجهيزات حضرتك للدرس ايه؟ يعني هتعرض على التلاميذ ان امكن طبعا عديد من الاعلانات عشان تساعدهم في ان هم يعرفوا طرق الدعاية المختلفة، زي مثلا ان فيديو او اعلان بيستعين بخبير، فيديو تاني بيستعين من حد من المشاهير، بفيديو او اعلان يعني بيستثير المشاعر زي ما هنشوف دلوقتي، او بيقدم هدايا مجانية اذا امكن ان انت تقدم الفيديوهات دي. يعني هو ممكن الفيديوهات من يعني ممكن اذا كان في المدرسة جهاز تلفزيون مثلا، قناة مثلا، يعني اي برامج فيها اعلانات ممكن يقعدوا لحظات، ده يعني اذا ما توفرتش الفيديوهات معك، او من على النت يعني تطلعها مثلا، تطلعها حضرتك وتشغلها على اي جهاز كمبيوتر في اوضه الاجهزه اللي اسمها ايه، هي نسينا والله الحاجات دي. المهم يعني المهارات الحياتيه، تعلم لتكون. هيتعلم ايه الولد؟ هيتعلم اداره الذات. يعني ايه اداره الذات؟ يعني الاهداف اللي عايز يحققها يعني يقسمها الى خطوات محددة عشان يمشي جزئية جزئية، ودي فيها دقة في ان هو يوصل للاهداف بصورة جيدة. برضو المحاسبة من خلال ان هو بيقدم تعليقات مع لزمايله اللي بيعرضوا، بس التعليقات تكون فعالة. دي المهارات الحياتية، وهوري حضرتك فين بنستخدمها بالظبط. درسنا النهاردة قبل الأخير في الفصل الثاني، وهو شارك، وهنا المقدمة بتاعته زي مقدمة أي درس بنشتغله، بنراجع بداية كل درس اللي تعلموه الأولاد قبل كده، وبنستعرض موضوع درس النهاردة، وبنقول لهم إن ابتديتوا امبارح الامس يعني ان انتوا
تصنعوا أداة أو جهاز عشان تجمعوا الخضروات بيه أو تنظفوها بيه. ومن الأجزاء المهمة جدا في عملية التصميم الهندسي إن احنا نحسن التصميم. ودي سبق إن احنا اتكلمنا فيها قبل كده المرة اللي فاتت واللي قبلها. هنستخدم استراتيجية جديدة اسمها التفكير ومشاركة زميل. الاستراتيجية دي عشان تفكروا في طرق تحسين الأداة أو الجهاز. يعني هتقولي طب يعني الاستراتيجية دي عبارة عن ايه؟ هقولك عشان نطبقها بنعمل ايه. اولا بنبدأ نفكر بمفردنا لوحدنا، نفكر بمخنا، وبعدين بعد كده نبحث عن زميل ما يكونش في مجموعتنا، يعني في مجموعة تانية، واديله افكارك واستمع لافكاره هو، واذا كان عندك فكرة عن تحسين الاداة بتاعته يبقى شاركه فيها الفكرة. ده الاستراتيجية اللي بتقول التفكير ومشاركة زميل. طيب هنا هنطلب بقى ان انتوا يعني تلتفوا الى مجموعات العمل، يعني التفتوا لهم واللي انتوا بتنتموا لها وشاركوا افكاركم معها. وبعدين هتختاروا في تطويرات انتوا عرضتوها وشاركتوها مع بعض عشان تدخلوها على التطوير بتاع الاداء او الجهاز بتاعكم، يعني شاركتوها اتناقشوا بيها في المشاركة دي بحيث ان انت تحترم اراء زميلك طبعا، وبعد كده اعملوا مع بعض على ان انتوا تطبقوا التطوير اللي انتوا شاركتوه ده. هتستمعوا الى افكار زملائكم وتختاروا شيء واحد من التحسينات يكون افضلها يعني، وبعد كده هتطبقوا التطوير. هنا بقى يبقى في ايه؟ في محاسبية. يبقى يعني تعليقات بينه وبين زملائه على افضل فكرة تطوير اتناقشت او اتشاركت عشان يتم تنفيذها، فتبقى فيه المحاسبية هنا اللي هو التعليق الفعال زي ما قلنا. ياريت تحضر الباذنجان واوراق السبانخ عشان يلاحظها التلاميذ وهم بيدخلوا التحسينات على الاداة عشان يقدروا يوصلوا الاختبار بتاعها، يجربوها على الخضار اللي موجود ده. يعني انا عايز اقول يا جماعة يعني ان لان ناس كتير قوي في التعليقات بتاعتها بتقول لي المنهج كبير، المنهج ضخم على الاولاد. لا، هو مش يعني مش بالصورة اللي انتم متخيلينها. يعني هو الهدف من المنهج ايه؟ وقلتها كتير قبل كده، الهدف من المنهج ان انا اكون فكرة عند الولد، اخلي الولد يعي ما حواليه، اخلي الولد افقه يتسع، اخلي الولد يقدر يقيم عمل، اخلي الولد يقدر يتبع خطوات محددة عشان ينفذ يعني عمل معين يقوم به. هي الفكرة في كده بس. يعني دي كده كنماذج بتتاخد، مش شرط الولد يعمل ايه فيها، لكن المهم الولد يبقى عارف ايه الخطوات اللي بيعملها، وعنده القدرة على التعليق، وعنده القدرة على المشاركة، وعنده القدرة على المحاسبية اللي هي قلنا عليها دلوقتي، والانصات والاستماع لزميله اللي بيتكلم معاه، والحاجات دي كلها. يعني دي قيم واخلاق وفكر، ويعني مش الفكرة في ان هو بيعمل مكنة او بيعمل مسرحية او لا، هي الفكرة في مضمون الموضوع ايه خطواته، ايه اللي هيستفيده التلميذ. تعالوا نكمل ونشوف. هتتجول حضرتك بعد ما تحضر الباذنجان وأوراق السبارخ، هتتجول في أنحاء الفصل والتلاميذ شغالين، وتستمع لطريقة التلاميذ وهم بيعرضوا المهارات الحياتية بتاعتهم. يعني إنه بيتكلموا إزاي مع زملائهم، بيعلقوا إزاي، وعلق على الكلام ده، وبعدين ادي وقت بإن أنت تستخدم إشارة سواء كان جرس أو إطفاء نور أو إضاءة نور أو سقفة، أو على حسب يعني اللي أنتوا متفقين عليها مع الفصل من البداية، عشان يرجع التلاميذ لمقاعدهم بعد ما يمر كده حوالي 15 ل 20 دقيقة في المشاركة بتاعتهم. وبعدين تبدأ توجه التلاميذ بقى
لان هم يحطوا الاداه او الجهاز اللي صنعوه ده في مكان معين بحيث يركزوا معاك في الجزء اللي جاي من الدرس، لان هو كده اعتبر قسم الدرس جزئين، التحسين والتطوير بتاع الاداه وبعدين عرض الاعلان. فعشان كده هيبدا يقول لهم وانا بتجول في الفصل بتاعنا لقيت او شفت بعض التطويرات الرائعة، واشكركم على الاستعانة بمهارات التعاون اثناء العمل بتاعكم، ودلوقتي اصبحت ادواتكم جاهزة خلاص عشان تشاركوها مع زملائكم. خلال ما تبقى من الوقت اليوم هنبتكر اعلانات عشان نعلن عن الاداة بتاعتنا او الجهاز اللي احنا عملناه. طبعا هو الدرس اللي فات قال لهم ويعني مهد لهم للدرس ده وقال لهم الحتة دي، فكروا في الاعلانات اللي انتوا شاهدتوها على شاشة التلفزيون وايه اللي بيقوم بيه الاعلان عشان يرغب الناس في ان هم يشتروا شيء ما. فكروا كده وقولوا لي يعني الاعلانات دي بتعمل ايه عشان تحبب الناس في الايه في المنتج بتاعهم. هختار من التلاميذ كتير بعصي الاسماء عشان يشاركوا افكارهم المتعلقة بازاي بيأثر الاعلام فينا عشان نشتري المنتج ده. طيب هقول لهم شكرا لكم على مشاركة الافكار بعد ما سمعت لك عدد كبير منهم. احنا يعني كتير قوي بنستخدم الاعلانات او يعني في الاعلانات بتستخدم ثلاث طرق عشان تجعل الناس تشتري المنتج. يعني انا عندي اعلان بعمله بطريقة من الطرق الثلاثة عشان الناس تنجذب الى شراء المنتج. ايه هي الثلاث طرق دول؟ اول حاجة ان احنا ممكن نستعين بخبير او واحد مشهور عشان يعرض رأيه في المنتج بتاعنا. يعني مثلا انا بعرض منتج معجون الاسنان عشان يتباع، فبستعين بطبيب اسنان عشان يظهر في الاعلان بتاعه ان ده افضل معجون نقدر نستخدمه. يعني اي خبير يعني بيسأل الفصل يعني هل هناك خبير او شخص مشهور يمكن ان يستخدم الاداة او الجهاز اللي انتوا صنعتوه؟ طب شاركوا كده الافكار مع زميلكم المجاور ان انتوا في اعلانكم ممكن تستعينوا بمين. دي طريقة. طريقة تانية ان الاعلانات بتحاول تقنعنا من خلالها، اللي هي تربطنا يعني تربط الاعلام بالمشاعر والعواطف، يعني تخلينا نضحك، تخلينا نخاف، تخلينا لنا رغبة في ان احنا نبكي. الاعلانات دي بتولد فينا شعور معين عاطفيا عشان ننجذب الى هذا الاعلان. دي الطريقة التانية. يبقى الطريقة الاولى بنستخدم مختص او خبير، الطريقة التانية ان احنا بنستغل ربط المشاعر او العواطف مع مشاهدة الاعلان. ايه هي بقى المشاعر اللي انتوا تفكروا ان انتوا تستعينوا بيها في عرض الاداة بتاعتكم او جهازكم؟ شاركوا مع الزميل. هل يا ترى تعملوا حاجة تضحك الناس، ولا حاجة تبكي الناس، ولا حاجة كده يعني. طيب في طريقة تالتة. ايه هي الطريقة التالتة دي؟ ان في اعلانات بتعمل خصومات على المنتج بتاعها، او تعمل هدايا مجانية، اشتري كذا هتاخد كذا، بسعر اتنين هتاخد تلاتة. فما هي الهدايا المجانية اللي انتوا ممكن تقدموها مع الاداة او الجهاز اللي انتوا صنعتوه؟ شاركوا برضو مع الزميل المجاور. كده الاولاد عرفوا ان في تلات طرق في الاعلان عن منتج عشان خاطر يعني يجذب الناس الى شرائه. عندكم افكار رائعة بعد ما سمع طبعا المعلم منهم؟ تعالوا دلوقتي نبدأ في وضع الخطة بتاعتنا. هنفتح خطة للإعلان، يعني هنبدأ نفتح كتابنا على صفحة ابتكار إعلان تجاري. تعالوا نشوف الصفحة دي صفحة كام. صفحة 53 الدرس التاسع من الفصل الثاني
عنوانها ابتكار اعلان تجاري. عشان تبتكر اعلان تجاري هتسأل نفسك مجموعة اسئلة وتجاوب عليها عشان كده تقدر توصل لخطة للإعلان التجاري بتاعك. يعني مثلا هو بيقول له جاوب على الأسئلة التالية لكي أو كي تتوصل إلى خطة لإعلانك التجاري. ما الذي يقدمه منتجك؟ ده أول جدول، هو فيه ثلاث جداول أو أربعة تقريبا. ده أول جدول، إيه اللي بيقدمه منتجك؟ الولد يفكر ويكتب اي حاجة اي حاجة. انا بحبش اسيبها لكم فاضية يعني، فبديكوا كمثال يعني. يعني مثلا اداة لتنظيف الخضروات، اداة مثلا لتقطيع الخضروات مثلا، او اداة لازالة الشوك كده يعني اي حاجة. وبعدين ايه هي الخضروات اللي بيجمعها الايه او بينظفها المنتج بتاعك. مدام هينظف يبقى هينظف خضار، ايه افضل حاجة نحتاج ننظفها؟ اوراق نبات السبانخ مثلا. طيب الجدول اللي تحته التاني، انا معلش مختصر لان هو فيه سطرين، فانا شايل سطر عشان الصفحة بس تكفي قدام حضراتكم. كام تبلغ تكلفة المنتج بتاعك ده؟ يتكلف كام؟ زي ما يقول الولد، يقول مثلا 20 جنيه مثلا، 20 جنيها. طب من سيرغب في شراء منتجك؟ مين اللي هيحب يشتري المنتج بتاعك ده؟ والله يقول الفلاح، يقول المزارع، يقول الامهات، يقول ربات البيوت، يقول على حسب المنتج هيستخدمه مين، يبقى هو اللي هيشتريه. طيب الجدول الثالث تحت منه، ليه بيعد منتجك افضل من غيره؟ يعني لازم يكون الجزئية دي موجودة عندي، عشان اعرض المنتج بتاعي لازم يكون افضل من غيره، يا اما في ميزة من المزايا، يا اما لانه رخيص يعني ارخص سعرا مثلا. طيب كيف سيحصل الاشخاص على منتجات المنتج بتاعك؟ هيوصلوا له ازاي؟ يا اما تقول هيطلبوا رقم تليفوني اديه لهم، ابعته لهم دليفري، تقول لهم مثلا بيتم عرضه في المحلات، على حسب ما انت شايف المنتج بتاعك. فما تتقيدش بالكلمات اللي انا كاتبها دي، ممكن ما تعجبكش جدا تحط في غيرها. طيب الجزء اللي تحت منها على طول صفحة 54 جايب لي الجدول، بيقول لي فيه الجزء ده يعني بيقول لي فيه كيف ستجذب انظار المشترين نحو منتجك. حط دائرة على الطريقة اللي انت هتتبعها، يعني الاعلام بتاعك عشان تشد المشاهد اللي محتاج منتجك ده، هتستعين بمشاعره انه يبقى سعيد، انه يبقى حزين، انه هو يبقى غضبان، انه هو يبقى خايف، ولا هتستعين باحد الخبراء؟ ومين هيكون الخبير ده؟ هيختار الولد سنستعين باحد الخبراء، او هيختار الاولانية، السعادة، الحزن، الغضب، الخوف، ده تمام. طب مين بقى اذا اخترت التانية دي؟ مين اللي هيكون الخبير ده؟ والله على حسب ما يقول بقى، طبيب كذا، مسؤول عن كذا، اخصائي كذا، يعني مثلا اهو اخصائي تغذية مثلا، لان نظافة الغذاء لازم نوعي الناس انها بتوصل لسلامة اجسامنا مثلا، يبقى محتاج اخصائي تغذية. الجزئية اللي تحتها بتقول يمكنك الاستعانة بهدايا مجانية. طب ايه هي الهدية اللي انت هتقدمها؟ طبعا عشان طفل اكيد اول حاجة هتدور في مخه ايه؟ لعبة، هيقول لعبة ماشي. ده الجزئية. في تحت منها برضو جزئية تانية، هل في رقم هاتف او موقع ويب؟ اذا توافر رقم الهاتف او موقع الويب فما هو؟ يعني انت بتعلن عن المنتج بتاعك من خلال موقع او من خلال رقم تليفون. والله اللي يشوفه الولد يكتب موقع الحق قبل ما تخلص، يكتب موقع منتجات بلدنا، يكتب على حسب ما يشوف الولد. وبعدين بيقول له بقى هل يعني هتضيف للاعلام بتاعك نغمة او اغنية عشان تخطف الابصار او الانظار؟ يتقول يتقول لا. منهم الاولاد اللي بيحبوا الاغاني والكلام ده هيقولوا نعم، خلاص ماشي تمام كده،
يعني يكون وصلنا للجزء اللي هو بتاع الكتاب بتاع التلميذ. هتتجول بقى حضرتك وهم بيحلوا، طبعا انت ما تشرحش اللي هيكتبوه ايه، انت بس ممكن تسمع منهم كده افكار وبعدين تسيبهم وهم يكتبوا وتتجول في الفصل وتساعد المجموعات اذا احتاجت عند الضرورة، وبعدين تقول لهم احسنتوا عمل في ان انتوا ابتكرتوا اعلاناتكم التجارية، ودلوقتي حددوا اللي هيقولوا كل واحد منكم ايه، يعني اتكلموا مع بعض هتقولوا ايه في الاعلان. ما تنسوش ان الاعلان بيبقى يعني تجاري سريع جدا قصير، عشان كده ممكن تعملها زي مسرحية مثلا، بس هتكون تكتب نص مسرحي يكون سريع زي ما تعلمنا في الفصل الاول. شوف بيربط مع عشان يذكروا كمان باللي فاتت. لما كنتوا بتكتبوا مسرحية اتذكروا ان الاعلانات قصيرة جدا، وعشان كده ما تكترش من الكلام اللي انت هتكتبه او الحديث بتاعك. وبعدين هتلفت نظرهم برضو، حددوا اذا كنتم هتحتاجوا اي لوازم اخرى للمنظر، يعني ناس بتتكلم بصورة مسرحية، اتنين بيتكلموا في منزل في اوضة في مش عارف ايه، يبقى محتاجين سريرين، محتاجين مش عارف ترابيزة، محتاجين الحاجات دي. حددوا بقى اذا كنتم محتاجين لوازم للمنظر ده ولا لا. وبعدين اذا قمتوا بكده يبقى اختاروا عضو او اتنين من اعضاء المجموعة عشان يحضروا الحاجات دي، والباقي بيبدأ في ان هو يستمر في التدريب بتاعه، هيقول ايه، هيعمل ايه، الحاجات دي كلها. ما تنسوش استخدام مهارات التعاون وصناعة السلام اللي درسناها في الفصل الاول، اللي هو الاهتمام برأي الغير والحاجات دي كلها. فدي هنا بتعتبر ايه؟ بتعتبر إدارة الذات، تعتبر إدارة الذات اللي شرحناها في الدرس في بدايته في المهارات الحياتية. بعد كده هنقول لهم او تجهز لهم يعني ورق مخططات واقلام تحديد واقلام تلوين، وتجول في انحاء الفصل عشان تساعد التلاميذ عند الحاجة وتشجع التلاميذ على ان هم يتبعوا الخطة بتاعتهم. اذا انتهت المجموعة بتاعتك قبل غيرها، المجموعة دي يعني تستمع لاعلانات بعضهم البعض، يعني في داخل المجموعة انت هتقول ايه انا هقول ايه مع بعض، ويقدموا التعليقات. ومش بس كده، ده انت ممكن ان انت تتدرب على الاعلان التجاري اللي انتوا ابتكرتوه وتحفظوا اللي انتوا هتقولوه وتكملوا تحضير الاكسسوارات بتاعتكم اللي انتوا بتستعينوا بيها. واذا نهيتوا العمل بسرعة ابحثوا عن مجموعة تانية كمان انتهت من العمل برضو، انتوا اسمعوا لاعلاناتهم وهم يسمعوا لاعلاناتكم، وقدموا تعليقات وادخلوا تحسينات ايه تكون مطلوبة. في الختام بستغل نهاية الدرس بتاعنا عشان أناقش التلاميذ حوالين عملية التعلم، وأشجع التلاميذ على إن هم يفكروا ويتأملوا ويشاركوا ويستمعوا. عشان كده بنقول لهم أدخلتم تحسينات على أدواتكم أو أجهزتكم وابتكرتم إعلان تجاري عشان تبيعوا الأدوات بتاعتكم أو الأجهزة بتاعتكم. إيه الشيء اللي أنتوا طورتوه في مجموعتكم؟ التفتوا لزميل مجاور عشان تشاركوا معاه اللي أنتوا طورتوه. وبكده يكون وصلنا لنهاية لقائنا النهاردة. ما تنساش شعار القناة، المسه او اضغط عليه بالماوس، المسه بس او المسه بالماوس برضو بايدك او بالماوس على حسب الجهاز اللي انت بتفرج عليه، هيظهر لك كلمة اشترك اضغط عليها هيزيد العدد واحد، وهيظهر لك الجرس اضغط عليه عشان يجي لك رسالة باي فيديو انا انزله. اسم القناة بالشكل ده هتلاقيه تحت الفيديو، اذا كنت محتاج اي درس ومش عارف توصل له هتضغط عليه تدخل على القناة تختار قوائم التشغيل، هتلاقي في قوائم التشغيل الصف الثاني له ثلاث قوائم، قائمة للرياضيات وقائمة لمتعدد التخصصات وقائمة للمنهج القديم. هحط لك هنا ثلاث قوائم، قائمة متعدد التخصصات وقائمة الرياضيات، عشان اذا كنت عايز تتابعها من بدايتها يبقى تضغط عليها وتتابع اللي انت عايزه. وهحط لك رابط الدرس السابق عشان اذا ما كنتش شفته يبقى تضغط عليه وتتفرج عليه. بكده يكون وصلنا لنهاية لقائنا النهاردة، أشكركم مع أطيب تمنياتي بالتوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.